الشاحنة طايحة من ديال ليسانس ولا مازوط والديباناج اللي الديباناج اللي جابو راه تدابز معاها باش تقعدها ولكن راه باقي ما بانت النتيجة. هذا السير هذا مسائل ديال السير تيوقع الحوادث شي جريمة العامة شميت ريحة وكاين السلطة موجودة لأن كاين الحماية ماشي شي حاجة اللي مهموله من سيه ولا كاين الحمايه شحال ديال الامن شحال ديال البومبيو والحمد لله. المساله كانت تكون غراف لو كان لان المواطن ما يعرفش دار واحد جيتي كميل وحقارو يلوح ولكن لحد الان انا المسافه بعيده بينه وبينه ما عرفناش مازوط ولا ايسانس ولا ما كانت عراقيل بزاف داكشي كانت خاصو يكون رابيد ماشي شي حاجه اللي قواحل معاها.